بون ويف كاتب المجلس، كما حضرتوا اليوم كان لقاء تشاوري حول برنامج عمل جمعية سيدي موسى مجدوب. شرفونا بعد الفاعلين الجمعويين وبعد الممثلين ديال المصالح الخارجية في هذا اللقاء، درسنا عدة نقاط أهمها كل ما يتعلق بجمعية سيدي موسى مجدوب، كل المشاكل اللي كانت تعاني منها وتخبط فيها جماعة سيدي موسى مجدوب. وكنتمناو صادقين إن شاء الله لأن مكتب الدراسات اللي كيتولى هذا المشروع باش يعمل مشروع واقعي ويمكن تحقيقه على أرض الواقع، وياخذ بعين الاعتبار التدخلات اللي جات في جميع المتدخلين اللي حضروا هذا اللقاء التشاوري. كنتمناو جاهدين من السلطات المختصة باش تعطي واحد الدعم واحد التعاون لهذه الجماعة اللي مازالت كتعاني المزيد من التهميش والمزيد من المشاكل عديدة كتخبط فيها الجماعة، من بينها مشاكل ديال ما يخص التعليم، فيما يخص الصحة، فيما يخص النقل العمومي، فيما يخص الإنارة العمومية، فيما يخص التعليم الأولي، فيما يخص الفضاءات الرياضية اللي ما للأسف الجامعة ديالنا ما كتوفرش على شيء ولا وحدة رياضية، ملعب كرة ما كايناش تماما من الجامعة. كنتمناو كذلك من إدارة الأملاك المخزنية تبسيط المساطر فيما يخص الحصول على بعض الأراضي الدولة اللي تستافد من الجماعة لتحقيق بعض من المشاريع اللي كنطمحوا لها إن شاء الله. وشكرا وكنشكركم. بالنسبة للمهرجان سي مسلم الثقافي اللي معروف عليه، بالنسبة للمهرجان سي مسلم مجدوب، أنا لا أحبذ أن أسميه مهرجانا، بل هو موسم وولي صالح كيتقام أزيد من 200 سنة تقريبا. كنتمنى وما يتمش تهجين ديالو المهرجان، يبقى موسم سنوي ديال سيدي موسى مجدوب. ونتمنى هذا العام ان شاء الله يداول المجلس نقط بشأنه ويعمر هذا العام ان شاء الله، لانه موسم ثقافي كيعبر على التاريخ الممتد ديال قبيله زناتة عموما. بغينا نعرفوا سبب انسحاب رئيس مجلس الامن. والله سبب انسحاب رئيس مجلس العمل كيكونوا عدة التزامات عند المنتخبين، ولكن ما عرفتش انا. شرفنا بالحضور ديالو وكنا كنتمناو يبقى مستمر الحضور ديالو حتى نهاية هذا اللقاء التشاوري، ولكن العذر يعني ما كانش شي بلاغ مسبق بانه راه غادي يجي غير يحضر معكم ويمشي. لا ما كانش شي بلاغ مسبق، ولكن كنتمناو يكون ان شاء الله خير. وما يهم هو التعاون ما بين مجلس العماله وجماعه سيدي موسى مجدوب في امور تنمويه. الحضور ديالو كيبقى شرف لينا، وتا الانسحاب ديالو بعذر عنده التزامات لا نؤاخذه عليه. شكرا لك.